صباح الخير اخت مريم. لاباس عليك؟ لاباس عليك. صباحتي لاباس؟ الحمد لله. طيبه لي شويه؟ اللهم لك الحمد. الحمد لله. الحمد لله حبيبه. صباحكم مبروك. الله يبارك فيك ليكم والطاقم. بغيت نعطيك واحد شرائح ديال بيبي في الفران. شرائح بيبي ولاد دجاج اللي بغى كل واحد شنو على حسب بيبي او دجاج الفران. غادي ناخذ واحد نص كيلو تاع بيبي. نص كيلو ديال بيبي غادي نقطعوه شرائح بحال طوال حيت غادي ناخذو معاهم جوج معالق كبار معدنوس مقطع. جوج معالق كبار معدنوس مقطع رقيق. قطع رقيق. أربعة المعالق زيت العود. أربعة ديال المعالق كبار زيت العود. شويه تاع سكنجبير. شويه ديال سكنجبير. بزار. بزار. ثلاثه المعالق كبار صوجا. ثلاثه المعالق كبار صوجا. معلقه كبيره موطارد. معلقه كبيره موطارد. ومعلقه تاع معلقه صغيره تاع الثوم غبره والملح بطبيعه الحال. تيديروا هاد التوابل عادي يدوقوا يملحوا واخا صافي. هادشي كنشرملوه مزيان في هاد بيبي ومن الاحسن زعما يجلس واحد المده تاع جوج سوايع ثلاثه وكنديروه في واحد المول اللي كيدخل الفران. ما كنزيدو له حتى حاجه. يلا نزيدو رافي الزيت في كل شيء كنحطوه في داك المول. ما كنزيدو له لا ما لا والو. كنغطيوه بواحد الورق ديال الطهي ونغلفوه ابخي ببابي الومنيوم وندخلوه واحد نص ساعه حتى كيشرب هو كيطلق الماء ديالو. من بعد صافي كيشربو. كيجي زوين وناشف وفي الفران وصحي وصحي. هي ولا بغيتي ترافقيه نرافقوه مع واحد البطاطا حتى هي بحال الفريت في الفران. شتي دابا البطاطا البيضاء كاينه موجوده في السوق. نجيبو قيمه واحد الكيلو على حساب افراد ديال الاسره. نعم صحيح. فوالا نجيبوها نغسلوها. انا كنغسلها بالشبكه تاع الماعن كنرطبها مزيان في الماء كنغسلها خليوها بقشورها. كنقطعوها بحال الفريت ولكن غليظه غليظه. غليظه كنديرو كنقطعوها نديروها في واحد البانيو. نديرو فيها شويه زيت العود. شويه ديال الكمون. شويه ديال التحميره. شي واحد الحكه ديال الزعتر. وزيت زيت العود قلنا مليحه. واللي كيبغي شويه تاع السودانيه. واللي بغى يزيد يزيد شويه تاع الثومه غبره. تخلطي هادشي كلشي في داك البانيو وعاوتاني تفرشي في المول ديال الفران واحد الورق ديال الطهي وتحطيهم تما تفرشيهم كاملين. بصح ما يجيش وحده فوق وحده. من الاحسن يكون كل وحده يكون كبير. نعم باش يدخلها الطياب. صح ولا راك طيب عندها نص ساعه ساعه الا ربع تكون واجده. صافي وتغلفيها حتى هي من الفوق. ديري لها كاع داك ورق الطي وتغلفي بابي الومنيوم باش يرجع عليها العرق ديالها. وبصحه وراحه تجي زوينه ومن الاحسن من هذيك احسن من هذيك المقليه. المقليه صحيح. صحيح. تبارك الله عليك لالا نوال. الله يبارك فيك لالا وصباحكم مبروك. شكرا لك لالا نوال.